دخل الله يعطيه قرد، خصوصا طابور. نعم وتشمو لاني شحال فيت الهلت. اوكي هاديك حدق عليا لامك ارار. السلام عليكم الدريات والدراري، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيان. هذه سيمانه ما حطيت ارك، ولا لا سيمانه، هذه 10 ايام تقريبا ما حطيتش ارك، ولكن دابا غادي تعرفوا علاش، غادي تعرفوا علاش ما حطيتش. المهم ما علينا. اللي بغيت نقول هو انا عندي مشكل في الصوت، انا ما عرفتش صراحه شنو المشكل اللي عندي انا في الصوت، حيت كاين الناس اللي كنسولهم كنقول لهم شنو المشكل اللي عندي انا في الصوت، واش كيبان لكم الفيديو عادي؟ كيقول لي راه عادي ما فيه حتى شي حاجه، الصوت مقاد كلشي مزيان. كنسول ناس اخرين كيقول لي راه عندك الصوت سابق الصوره. انا ما عرفتش صراحه شنو المشكل بالضبط، الا كانت عندكم شي فكره قول لي في لي كومونتير، حيت الحل المشكل ديال هذا المشكل باش نلقى ليه الحل ما عرفتش اصلا المشكل منين جاي باش انا نلقى ليه الحل. دونك هادشي اللي كاين، الا كانت عندكم شي فكره وعارفين شنو هو المشكل اللي يكون يقدر يكون عندي، واش من الاو بي اس، واش من ملي كنكون كنسجل مع، ما عرفتش صراحه شنو هو المشكل، خليو لي في كومونتير. واللي كيبان ليهم الفيديو راه عادي ديال قبل يقول لي راه كان عادي، واللي تفرج ما تفرجش في الفيديو اللي قبل راه يتفرج في الفيديو راه قبل باش يفهم شنو طرا، شنو علاش كنهضر. اللي ديجا تفرج في الفيديو يقول لي في كومونتير تفرج فيه وكان عادي، اللي لقى فيه شي مشكل يقول لي لقى مشكل باش ندير واحد السونداج نعرف واش الاكثريه عندهم مشكل ولا الاقليه اللي عندهم المشكل. المهم علينا، في هذه الحلقه هذه غادي تكون شويه سبيسيال، حيت وقع لي واحد الحاجه واللي انا ما كنتش متخيلها هي اللي خلاتني نطلع الفيديو. الى عجبتك كالعاده الفيديو دير لايك وسبسكرايب، ونخليكم دابا مع الفيديو. ليتس جو. مهم عقلت على اخر نهار فاش وريتكم الدار اللي كنت فيها الروفتوب، ترسات هادشي علاش انا غبرت. نقول لكم علاش غبرت، اول حاجه حيتاش عاود كلشي من الاول. صراحه ديك الدار ما كانت زعما شاشه لا صعيبه صوبتها، ولكن هادي خدات لي الوقت. علاش خدات لي الوقت؟ اول حاجه الموارد، باش كتجمع الموارد وداك الشيء كياخذ الوقت. ثاني حاجه خصك زعما طري هاردي كل نهار، وباش طري هاردي كل نهار يعني خصك تكون عندك الوقت، خصك تلعب كل نهار. والبارح يمكن بقات 10 السوايع، غنوريكم بعد السكرين، بقات 10 السوايع وانا في ارك من 10 الصباح حتى 10، من 10 الليل حتى 10 الصباح وانا كنصوف هاد الدار. علاش؟ حيتاش ريبتها بالغلط وعاود كلشي من الاول. المهم علينا، دابا هرست لي الدار حيتاش انا ساكنه حداه، رشقات لي هكاك بغالي الله في سبيل الله يريب الدار. المهم خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، انا ما كانش خبري نهائيا ان دافوس كنعرفني انا فين ساكنه، وما كانش وما في خباري نهائيا انا دافوس كان اونفاس معايا، حتى قريت واحد الكومونتير ديال واحد الدري قال لي راه دافوس راه لقى لك الباب، قسما بالله انا ما في خباري نهائيا متعود. وفعلا كنت باغا ندخل باش نسد الباب، كنجي كنتفاجئ كنلقى ان الدار كلها رابط و دافوس هرسها ليا. ما علينا ماشي مشكل، احنا دابا بينا دار اخرى حدا سي دافوس قريب ليه، يجي ريب لي. وهاد المره هادي غتكون غادير بلوس الحمايه على الدار ديالي. ما بغيت نوريكم انا بعدا شنو درت في الدار. اول حاجه غادي نبداو بهاد الدار هادي، درتها كامله بالميطال، درتها كامله بالميطال، هي اللي غنكون كندير فيها طلعي ميسا كامله بالميطال. علاش؟ باش نقدر ندير فيها داك، فهمتي؟ نقدر المساحه فين، فهمتي؟ المهم نقدر ندير المساحه ديال الديناصورات كاملين، نقدر فين نحطهم كاع الديناصورات، تكون عندي بعدا لاسباس فين نحط الديناصورات ديالي، وفي نفس الوقت نحط داك اللعيبات ديال الكرافتينغ، داكشي كامل ديال الكرافتينغ ديالي وداكشي اللي كنجمع. زائد على ذلك فاش دخلت للدار لقيت ان فيها شي موارد بحال الكريستال، بحال فاش قبل ما نبني عليها درت لقيتها كامله هنايا بالكريستال، ريبت هرست داك الكريستال كامل خديته ودرت عليها هنا فانديشن من هنايا، درت هنايا الفانديشن من هنايا. علاش درت الفانديشن تما كاينه وما درتش في بلايص اخرين؟ حيت ما كاينلاش غندير الفانديشن من هنايا وغنضيع الفانديشن، الفانديشن على والو، الوغ كو هنا نقدر نستغل ناخذ هاد الربع ناخذ منه الفيبغ وداكشي. ابار الفيبغ الفانديشن درتو غير على ود هاد الضاله، حيت ما يمكنش انك تبني شي حاجه
اللوجيك ما يمكنش لك انك تبني شي حاجه بلا ما تبني عليها الساس. فهاد الفونديشن كان ضروري خاصو الساس باش نقدر نبني عليه الطاله، نبني فوق منه ماشي الطاله، المهم داك الطبق الفوقاني، حيت كون ما بنيش الفونديشن وما درتش الساس غادي تيري بليا داكشي. المهم هاد ليسباس خليته لداكشي اللي غادي نحط، مثلا ما بقاش عندي ليسباس لهيه نقدر نحط داكشي الاخر، بحال اللي نقدر ندير به نروض به داكشي الالكترونيك وداكشي اللي من غير الميطال، داكشي اللي الكترونيك الضوط هذاك لي ماشي اللي كيكونوا شويه كبار نقدر نحطهم هنايا باش نخلي شويه ديال ليسباس. درت هنايا دروج باش نقدر نطلع للفوق، بغيت نستغل هذاك حيت ديجا هو مع العلو، بغيت نستغل هذاك العلو باش ندير فيه مثلا ندير فيه شي حاجه شي حاجه اللي كتكون عندها قيمة، ولا شي حاجة اللي غالية، ولا شي حاجة اللي مبغيتش انا تضرني، ولا شي حاجة مبغيتش يطيح عليها غنديرها. ومازال غندير واحد الباب هنايا باش كنسد، باش غادي نبقى نسد هادي غنبقى نحل التحلية اوتوماتيك ولا بالكود بين. المهم درت هنايا ستوراج ديالي باش نبقى نحط داكشي ديالي، مازال غادي نزيد هنايا كامل ستوراج. هنا درت الناموسية ديالي ناري شحال، وانا بعد دابا باش نجمع الموارد ديال هادشي كامل، سيمانه ولا كنجمع في الموارد. المهم هنايا درت ستوراج مش ستوراج، هنا درت ناموسيه وهنا درت ستوراج، هنا باقي صراحه ما مرتوش، يعني شوف هنايا شوف شحال عندي ديال ليسباس نقدر نستغلو، يعني استغليت هذاك العلو ودرت طبقه فوق طبقه. انا عطيكم مثال، مثلا نقدر عاوتاني نقدر نزيد طبقه هنا الفوق، ولكن علاش قلت لكم ما نقدرش نزيد طبقه الفوق؟ علاش؟ حيت مثلا هذا الفرج هذا الشل العلو ديالو قداش شتو قداش، يعني يكون درت طابق اخر زعما كنت درت طابق اخر فوق من هذاك ما غيقدنيش انايا العلو باش نقدر ندير هذا، ما غيبقاش قاعد يتبلاصه ليا. داكشي علاش انا خليت هاد البلاصه لداكشي العلو، والاخر خليته لداكشي الكبير ولكن اللي ما فيش العلو. المهم تقدر هادو مع الوقت مثلا مابقاش عندي كاع لي سباس غنهز هادو غنحطهم في واحد البلاصه اخرى، انا غنوريها لكم من بعد ان شاء الله. نقدر هاد لاطوليي وهذا الشيء كامل اللي كنقدر نكرافتي فيه غير كامل في الميطال. القصه ديال هادو، المهم هادو كنت هادو صيدتهم والبارح صيدتهم، نقول لكم علاش صيدتهم حيتاش بغيت نستافد منهم. لاتي فينا ماما بتنستافد من الفضلات ديالهم، هذيك الكاكا اللي كيحطو حشاكم هاي حط وحده راه ليا هارا. هاد الكاكا هادي اللي كيحطو انا بغيت ان شاء الله نبقى نزرع بيها، نبقى نشدها نزرع بيها وندير منها هادوك الموارد اللي كنهز بحال دابا هاد. غير هما المشكل اللي في هادو كياكلو غير كيجوعو، كل ساعه خاصنا نبقى نعطيهم في الماكله. بحال دابا مثلا جبت جوج، ياك جبت مرا جوج مراوات، هذه سميتها وينكي وراجلها بينكي بينكي وينكي، شو ها هو بينكي وهايا وينكي، ها بينكي ها وينكي، وهذا سميتو هذا راه بيبي، هذا راه ولدو ليا راه زوجتهم. شو انتم شحال من بوخصه، ها هو راه قرب يكبر، راه هو راه ادوليسون. هذا بقى عليا بغيت الحنان، بغيت ندور، عرفتي مرضني علاش هادشي درتو قبل؟ حيتاش غنبقى نوريكم غيبقى يمرضني هذا، خصني نجمع ليهم الموارد وغتبقى طوال الحلقه، وخصني نوريكم داكشي علاش انا شديت دابا. انا اصلا صراحه ما كنتش متوقعه انهم غادي يولدوا ديك الساعه، حيت مع حتى ما بقاش بزاف السيرفر، بقيت كنجمع الموارد، جيت لقيت ان ديجا ولدوا لي شي اربعه ولا شي ثلاثه ولا اربعه، ماتوا ليا جوج، الاول مات ليا حيتاش ما تهلطش فيه ما عطاتش الماكله وداكشي، والثاني ما فهمتش خرجت دخلت لقيته ما كاينش، واش مات واش خطفو واش فرو واش هرب ما عرفتش. المهم انا كانوا كاملين هنايا سبحان الله، هاديك حدق عليا لامك ارار. دابا هادو غنستافد منهم لاش؟ حيت هادو من بعد غنرجعهم بودور، غيوليو بودور، غنديرهم فواحد المهم هادشي غتعرفو ان شاء الله من بعد. المهم هادو كنستافد منهم لواحد الحاجه اللي هما غينفعوني في النباتات، هادو داكشي علاش انا جمعت منهم بزاف باش يبقاو يديروا لي هذيك كاكا حاجاكم، هذاك الكاكا ديالهم وداك الفضلات ديالهم، الفضائل هذوك الفضلات اللي كيديروا غادي ينفعوني. بحال دابا هذا كان بيبي، ملي كان بيبي كبرتو، دابا انا ملي خديت هاد ليكسبيريونس بديت كنكبرهم، انا صراحه جاني حسن نمشي نصيدهم ونجيبهم كبار حسن من صغار. صغار كيسهل كل ماكله بزاف وكيبغيو
تخرجهم تكبرهم تهلا فيهم، خاصك تعطيهم الماكله، كيبغيو كاله تعطيهم تعنيقه، بغات تعنيقه بغات هادي بغا هذا بغات هادي، فهمتوا داكشي علاش انايا من الاحسن حبس، حيت راه كنت كل دقيقه كنجي كنلقى والدي البازل ليا كل ساعه بازل ليا، وانا نحبس لهم لا كوبلومون وحبس لهم لا كوبلومون ولقيتهم باقيين بازين. المهم علينا هادو صراحه ما غيبقاوش هنايا، هذا دابا جمعتهم غير باش ما يموتوش ليا ولا يهربوا ليا، حيت كانت هربت ليا وحده هاديك اوليدي حزق ليا على وجهي فوق هار ليا. مهم دابا متفاهمين هار اخويا بزاف شي ملي كتجمع بزاف كل ساعه كيبدقوا لك واحد، داكشي علاش انا جمعت منهم بزاف باش يبقاو يبدقوا ليا ونجمع، فاش جمعت منهم بزاف. المهم راه عندي دابا تقريبا انا نوريكم شنو عندي، عندي هادو عندي دوك البز صغيور هذاك البز اللي ولدو ها هو البز اللي ولد ما عرفتش غيكونوا هربوا ولا شي حاجه، كلش واحد مات ليا ما باقي نحيين نشوف ما عندهمش الماكله، خصني دابا خصني نعطيهم الماكله تيم قديداش هادو راه كبروا شي حاطه لهم الماكله شي حاطه لهم الماكله هادو راه كبروا راه كبروا اعتقد قديش كانوا صغير كنت صغار من هكا تكونوا صغارين غير دابا راه بداو راه كبروا شويه على كي كانوا صغار بحال البنات ما كيبانوش، هذا علاش حطيتهم فحال هنايا يعني نقول لكم علاش حطيتهم، هادو صراحه قليل فين كيتبعوك ما كيتبعوكش بزاف، هادوك الكبار اللي كيتبعوا بان النتوه هي اللي كتبعني بزاف، والنتوه نقول لكم علاش هي انا خبات النتوه علاش بغيت الراجل خديته، حيت هادو كيبقاو تا هادوك الاخرين كيبقاو تابعيني فين ما مشيت، وكنجيبو من هنايا في هاد الحقل هذا خصني دابا نجيب شي باب نسدو من هنا باش مابقاوش يخرجوا، ملي كنجيبو من هنا تيبقى كنجيبهم زعما كنخرج مع برا كيبقاو سارحين وكيبقاو تابعيني كيمرضوني، وديك النهار عاوتاني حطيت الكبار هنايا جا دخل ليا حتى لهنا وراسو خرج ليا من هنايا داكشي علاش خرجتهم منه وحطيتهم ليه. دابا انا راه درت لهم واحد الحاجه هنايا نوريكم، هادي درت لها ليهم علاش هادي كتحطي فيها الماكله، دابا راه فيها جوج على 60 فيها جوج دابا داخلين فيها، دابا هادي كتحطي فيها الماكله هي ديجا كلاو كلشي اللي صيفطت لهم شحال حطيت لهم ديجا، هادي كتحطها مثلا في العوض نتقي كل واحد تحطي ليه في لانفونتوري ديالو تحطي ليه الماكله، هادي كتسهالك المؤامره كتجمعي دوك الموارد كتحطيهم كياكلوهم كيبقاوش بجوع، ملي كيكون فيهم جوع كياكلوهم اصلا ديما كياكلو بلا جوع، حطيتهم ليهم شحال حطيت ليهم مالينا، وهاد الصغار هادو حليا عطشت، وهاد السهر هادو بالضبط صراحه واخا كنحط لهم تما ما كياكلوش الاخرين كيهرفوا عليهم، حيت هادو كل واحد اشنو كياكل كيبقاو يتشرطوا الضاصرين، داكشي علاش قلت لكم انا من الاحسن نمشي ناخذ واحد كبير حسن لي من واحد صغير، ومرات كيمرضوا يعني هادي لا فحال تبغي تربيهم تمسالي راسك خاصك تقي، دابا حنا لوبجيكتيف ديالنا ماشي هادشي نبقى نربي الكبده، لوبجيكتيف ديالي هو ما خصنيش نخلي الضغط انه يجي عاوتاني يريب ليا الدار وخصني نطوق ما نحمي الدار، هذا هو لوبجيكتيف دابا اللي عندي حاليا، حيت الا مشيت تغفل ثاني وعرفني فين ساكنه حيت هو تقريبا قريب ليا وعرفني فين ساكنه غادي يجي عاوتاني يهجم عليا، وديك الساعه غنلقى راسي عاوتاني ديك التمره كامله ضربت على والو حركت راسي. المهم علينا دابا خصني نبدا اول حاجه قبل ما نكمل لكم الدار باش نلبس شو انا مالكي يا مالكي، بدا اول حاجه قبل ما نوريكم الكمالة انا خصني نمشي نلبس، كنت دبرت على ناري شحال هذاك الفور على الصابوني داك الفور باش نديرو ناري شحال فقصني كنت عاجباني هاد اللبسه باش نصاوب هادي كرافتيو هادي هانتوما شوفوا الحطه مع راسكم انا كلش مهلاي في راسي. المهم خرجوا بعدا، دابا اجي نعرفكم على هادو هاد البقرة هادو شوفو كداش باش ندير سبيب جديد ولاني ما ديناصور هذا ما والو باقي نعلف فيك ونوكل فيك، يلا وزيد والله صافي هاد خونا هذا واش مرا ولا راجل، هذا راجل المرا ناري شحال كتاكل ليا، هذا جبتو باش يحضر ليا حدا الباب هو اللي يقدر يحضر ليا حدا الباب،
واخا هو صراحه ما مهتمش للهيلث بزاف، انا نوريكم الهيلث شحال عندهم في الهيلث. ما عندهمش بزاف ديال الهيلث، ولكن دابا انا بغيت نحطهم دابا هنا غير بما ندبرنا على شي ديناصور شويه قاطح باش يقدر يطوقوا ليا هاد البلاصه هادي. وهذه مرتوته هي سميتها طوني. واجي نوريكم الطبع ديالي. هذا ولدي، هذا ولدي، هذا ولدي، ها هو ولدي. شوف هذا ولدي. زيد نتايا هنا ريح، يلا جلس سمبا ما تحركش. فينا هو الاخر تاعو؟ طيارة جلس هنا، ريح هنا، ريح هنا. راني هادشي دابا كيف ما قلت لكم خاصنا السيلفر، خاصنا الاليمنت. هادشي صراحه باقي دابا ما وصلنا ليه لحقاش، دابا نصيدو غير باش نحميو حتى يلا ساليت من الدار والتخربيق، باش نحميو من طاقه وعاد نسيكو شويه على الدار، نزيدو داكشي اللي غير خصنا. وديك الساعه ان شاء الله بحول الله اجي ناخذ الكريفن، غادي ندير الارو وندير الخربق كامل باش نقدر نصيد شي حاجه اللي ناضيه. خاصني نلقى شي واحد ناضي، نلقى بعدا شي واحد اللي ليش واحد فين تسبوني بهذا اللي مشيت نشوف شحال عندك الهيلث. نلقى شي فيميا هذا، واو عشرة الهيلث هذا بغيتو، ولكن كبير نجربو. يلا زيد نهبط، ما ياكلش ليا الكريفن ديالي، انا غنموت. المشكلة صعيب انك تروض غير بهاد الرمح. ندور لها شي تخريجة، غنهجمو عليها، غيهجمو علينا هادو كاملين. اوكي ناري هادي قلنا، هادي قلنا هاد القرن وسخيفة. هل عندك انت فلايوت؟ عيان ناقص ناقص، معندي من دربك. نشوف هادوك كدا صغيورين، شي واحد كبير شحال هاديك، هاديك دابا هاد غيبرسطونا، الطيارة غيبرسطونا. ناري هادوك تما غيبرسطونا. زيد 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 زيد. اها مرحبا مرحبا. زيد 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 تانتا ناري. هاد الطيارة جاو لينا تاني، رانا بعدا تلاتة من هادو نمشي يجيو لنا لخرين. انا تلاتة من هادو. زيد زيد دغيا 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 فوتنا. ناري هادشي اللي قلت، هادشي اللي قلت، هادشي حيت تانتا. بلاتي 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 بلاتي. اجي 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 دغيا دغيا. ارا انت داك اللحم اللي ديتي، ارا ارا داك اللحم تارا وانا هادي وقت اللحم كامل. ارا شات هاديك اللحم. اي هنكسرو هنكسرو اولادي، الله يرضى عليكم. هاكا بقاو طيفوا لي مع عباد الله. اجي نتيا روح وانا مغيبه يخ. نوضي يلا نوضي 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 يلا يلا. اجي انت هنا ياك، هاديك الديناصورة الكبيرة ما فيها اللي حطة كتصدعني، كتبقى دز 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 دز. انت هنا، هاد الجوج هنا، ديرو هنايا نتوما هاد الجوج هنايا. حصلتو تمشي باقي كتزاوجو صوم التزاوج. بلاتي باش المهم يسكب بلاتي واحد اللعيبه بانو طيبتو على قبل
طاووس او برا قدام بعد ماشي نكتبه كبيرة بعد مني ستي طاووس من الله ليك شو قداش بعد مني ست دافوس ما صلحش ليك شتيا اوكي كتبوا هذا حتى هو فيه كتب واش راح يقراو من هنا ولا لا لي دخل الله يعطي قرد خصوصا دافوس نعم شو كيفاش كتبتها شو شو قداش لا يدخل الله يعطيه القوت خصوصا دافوس شو؟ عطيني بان اخر بعيد مني يا دافوس ما تصلحش ليك بعدو مني هالعار شتي شتي هاد الشي كله اللي دخل بغي اللي بغي يجبدني ها شنو غيلقى غيلقى هاد البانو غيلقى هاد الجوج هادو فهو ما يقدر قتلهم ولكن مو بقى هاد الغرض بين ناس تحمد بس قص بس عليك ريحك قرد لهم هنا تنتا جا قرد لهم هنا هكاك غنوصيكم نتوما بجوجكم الا جا دافوس من بلا ما نقول لكم غنشكروه قتلوه هاد الناضي تا هو الناضي الا بان لك سي دافوس جا لا ما نوصيك هذاك القرن اللي عندك بغيتك تخشيه لي في عيني وانت انت بلا ما نوصيك انت يا صافي طياره يا الطياره كيحترمني ناض شوف الطياره ديك الطياره اللي كنت درتي لي انا دايره لي صافي يلا نعول عليكم هاد الدراري يلا تهلاو